زين، فهذا مثال على السوبرفايزد. فعندنا هني الكلاسيفيكيشن في نوعين، يا باينري يعني يا اقرا يا ما اقرا البريد، او يكون كلاسيفيكيشن مثل كذي مالتي كلاسز مثل ما شفنا مثال بالسوبرفايزد. هذه انواع الكومن كلاسيفيكيشن الجوريزمز. عندنا لوجيستيك ريجريشن، كلش ما له علاقه بالنيورال نتورك، كي ان ان، ان ان هذه مو نيورال نتورك، كي نيرست نيبر. اوكي، طريقتها شلون؟ انه يكون كل عنصر عندي، يعني هذا بلسز وماينسز، ها زين، يعطني هذه المجهوله، هذا الحين عندي عنصر مجهول هنا. فكره الكي نيرست نيبر ان اي ونت تو كلاسيفاي هذه، عندي هذه اتس بلس، هذه بلس وهذه بلس وهذه ماينس وهذه بلس وهذه بلس. زين، الحين هذه شو صنفها، بلس ولا ماينس؟ انزين، لما اقول كي نيرست نيبر كي، لازم احدد الكي يساوي كم. اذا يساوي واحد يعني راح تتبع اقرب واحد نيبر منها، فاحط فرجار عليها واكبر الفرجار، ما في ولا شيء دي. اكبر الفرجار مره ثانيه، ما في ولا شيء دي. منو اول واحده شفتها؟ هذا انا شايف ان هذا كنا هذا اقرب واحد الماينس، فبناء على كي ايكولز 1 نيرست نيبر اقول ماينس. شافوا ان لا، احيانا ما تعطينا دقه، فشافوا ان الكي موستلي لما تكون خمسه this is the best اغلب الاحيان، مو بكل كيسز بس اغلب الاحيان. التجارب اللي انا جربتها وفي ناس قاعد جسمه جرب، لما كي يساوي خمسه give us the best results، والخمسه they vote. يعني هني عندنا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، نسوي فوتنج، كم واحد بلس كم واحد ماينس بالخمسه؟ عندنا اثنين بلس وثلاثه ماينس، اذا هذه ماينس. كذي طريقتها. زين، فصاير بالشكل هذا. فكأن ام كاتيجورايزنج، كأن الكاتيجوري صاير كذي. زين، طبعا هذه اوتلاينر، قد تكون هذه اوتلاينر وهذا كلهم ماينس بالجهه هذه، قد تكون هذه اوتلاينر بغض النظر، بس هذه طريقه الكي نيرست نيبر بالشكل هذا تشتغل. الريجريشن شفناه باكثر من مكان، باكثر من حاله. اوكي، في نوع ثاني اسمه سبورت فيكتور ماشين. فكرة السبورت فيكتور ماشين انه يكون عندنا نقاط، زين، وبنحط خط يفصل بينهم بطريقه وايد حلوه. خرابكم شلون؟ طبعا هني هذا الفاينل برودكت، بس خرابكم شلون فكرته شلون تشتغل. يكون عندي مثلا نقاط من فئة ونقاط ثانية من فئة ثانية، انزين، بالسبورت فيكتور ماشين ناخذ عناصر محددة، ونشوف ابعد مكانين لهم، مثلا هذه وهذه، ونرسم خط بحيث انه يكون بيربنديكولار عليه. فاول خط راح يكون مثلا بين هذين كاهم، بعدين ناخذ النقطه الثانيه هذه وهذه، يعني نسوي اسقاطات كلهم، فكل واحد يبعد عنه بحيث انه يضبطون نفسهم، فكل واحد از فيكتور، كل واحد من هذين فيكتور اند ذي سبورت، يعني يدزون الخط. يعني خلينا نفرض بالبدايه حطيت الخط هنا، النقاط هذه راح تدفع الخط انه يروح بالاتجاه هذا، لان عددهم اكثر من الاثنين هذيل. هذيل راح يدفعون الخط هالجهه، بس هذيل كلهم راح يدفعونه بالجهه هذه، فهذيل قوتهم تغلب.
اللي بالجهه هذيل راح يدفعونه بالجهه هذه، فبالاخر راح يستقر. كنا انا امثلها كنا طابقه مغناطيسيه، وهذا خط كذي بينهم، وهذا براده حديد، فقاعد يعني يصير استقطاب يعني بشكل غير دقيق. هاي الفكره مالتها. وكل واحده متى اكثر شيء نستخدمها؟ يعني it's best used when data has exactly two classes. اكثر من two classes لا، شوف لك شيء ثاني. support vector machine وايد زينه اذا كان عندك two classes. في techniques ثانيه مع ال error corrected codes. for high dimensional non-linear separated data وايد زينه هذه، شو اسمها؟ السبورت فيكتور ماشين. اذا كان في عندك اكثر من 2 دايمنشن 3 4 5 دايمنشن سبورت فيكتور ماشين، ما شاء الله يعني تسوي اشياء. يعني حتى فور نون لينيرتي قويه جدا. اعطيكم شو مثال، حتى افضل من النيورال نتورك في النون لينير، وايد افضل، لان تكتشف بسهوله انماط بالشكل اللي بقول لكم اياه الحين بسهوله. صدق النيورال نت كنت تكتشفها صح، بس براويكم. تذكرون مره لما سويت لكم شغله كذي، وبعدين الكلاس الثانيه تكون داخلها، فسبورت فيكتور ماشين تمشي الخط. انا مساء سويته خط مستقيم لان كانت تو كلاسز، وكانت الريليشن لينير ريليشن، بس السبورت فيكتور ماشين الفيكتورز هذيل يعني قادرين ان يثنون، يعوون الخط، يخلونه كذي. يخلون تو كلاسز بالشكل هذا، فزرقاء حمراء عادي. سبورت فيكتور ماشين يعني كانهم يدفعون الخط، يتنافرون، هذا موجب، هذا سالب، لان these are two classes. ويشكلون الخط اللي يفصل بينهم، مثل الخط هذا بالموجب سالب مالهم، مثل الطابة المغناطيسية. هذا 2 dimension، فتخيل 3 dimension، تخيل 5 dimension، فجدا قوية support vector machine بالنون لينير مالتي دايمنشن. اوكي احنا قلنا اللي قبلها متى نستعملهم صح؟ الكينن تستخدم اقل ميموري تريند موديل ان ليسر كونسيدر وين بريدكشن سبيدز. اوكي تاخذ السبيد مالها يطول، لان على كل نقطه قاعد تشوف اذا الكي مالك عالي تاخذ وايد. هني when data is clearly separated in a single line نستعمل regression. Baseline is more complicated than classification. زين هاي وايد وايد سهله regression. زين خلينا نشوف في النيورال نتورك. شفنا درس كامل عنها وشفنا how it is inspired، فما في داعي ان ندش مره ثانيه عليها، لكن باختصار عباره عن اوزان موجوده هني، الاوزان تتدرب، وهذا هيدن لاير نسميه هيدن لاير، وهذا الانبوت هني، وهذا الاوتبوت. الاوتبوت هني اتس كلاسيفاينج تو كلاسز، يعني عندك كلاس 1 وكلاس 2، فذيس از تو كلاسز. هذا الاوتبوت، هذا الانبوت. الانبوت عباره عن ثلاث اشياء، هذا هيدن لاير، ذيس از فولي كونكتد. كل الالفاظ هذه راح نشوفها بعدين لما ندرس بالتفصيل عن النيورال نتورك. نستخدمها حق نون لينير سيستم كذلك، نفس السبورت فيكتور ماشين. Data is available incrementally and you wish to constantly update the model. كذلك هذه وايد قوية إذا كانت الداتا تيني مثل الكلام incremental، الصور قاعدة تتغير، هاي كلها أشياء تدخل. السبورت فيكتور ماشين لا، لازم كل الداتا جاهزة نفس اللحظة، لأن طابقة مغناطيسية قاعد تدفع الخط فتشكله. هذا الفرق بينهم، ان هناك كل شيء جاهز، وان سبوت وان شوت تعطيك نتيجه.
هني تتميز عن السبورت فيكتور ماشين انه وين unexpected changes to your data input data. تذكر لما قلت لك انه اذا دربنا على شكل الام وتغيرت ملامحها، لبست نظاره، فسخت حجابها، قصت شعرها، يظل يعني يظل يعرف ان هاي امه. لو يعني نفس ما الطفل يتعلم بالايمج ريكوجنيشن ثبت الاوزان كذي، نفس الشيء النيورال نتورك. هذه اهم الميزات اللي فيها. بعدين عندنا البيز ماشين، كذلك من بعض ال يمكن ما راح نتطرق لها بالكورس هذا، ما راح يمدينا، فخلينا نشوف اللي بعدها. اعتقد هذه تكمل 10 دقائق مالت الفيديو هذا.